مساء الخير. البوصلة حلقة الثلاث. وقفنا امبارح عند نقطة معينة في مناقشة الآية الخامسة اللي ناقشها الشيخ الخضر حسين في مناقشتي مع الشيخ علي عبد الرازق، اللي احنا شفنا طريقة تعامله وغيره كثيرين قبله، لكن ده رد الأزهر الرسمي، طريقة تعامله مع الآيات الواضحات الناصعات في القرآن، وإنه الشيخ الخضر حسين برده أسس لأن السيف مصاحبا للمصحف. يعني احنا من كده بنستقرئ ايه حكاية السيف والمصحف اللي ظهرت في القرن ده، في الوقت ده، في العقد العشرينات ده. ليه ظهرت؟ بعد كده بسنتين ظهرت، انتوا بدأتوا تفهموا دلوقتي، لأنها ولا نبت شيطاني ولا يعني قصر لوضع حاجتين مالهمش علاقة ببعض. طبعا ده ليس في نظر النص الأصلي القرآن ولا في نظر الإصلاحيين، ده في نظر ما فهمه المجتمع من الرد الرسمي للأزهر على مسائل طرحها الشيخ علي عبد الرازق، ومنها الأشياء الكبيرة. قلت لكم 50% دول بتوع الأسبوع دول من الكتاب اللي فيهم الكبائر كلها، وأولها وأعظمها إنه برأ الإسلام وقرأه قراءة صحيحة ما فيهوش يعني بلا أي تكلف، القراءة الواضحة للقرآن أنه لا يعرف طريقا غير الحكمة والموعظة والحجة والوعظ للدعوة إلى الله. أي حاجة تانية مش موجودة. وإحنا شفنا بأن النهاردة اليوم الثالث إزاي بيرد الأزهر الرسمي سنة 1926 وممثلا في الشيخ محمد الخضر حسين، إزاي بيرد على هذه الآيات الواضحات. وأنا يعني الواحد بينفعل قليلا، لكنه من كتر وكأنه النص نفسه بيظلم. يعني الظلم لو على بشر عادي لا تقبله لو أنت عارف أنه بريء، فتخيل أنت عارف أن النص ده بريء مما علق به من هذه التفسيرات والالتفافات والتكلف والتزيد، بل والإهمال بعض الشيء للأسف، وغض الطرف عن حقائقه ومعانيه طوال قرون طويلة بيمثلها في النهاية الشيخ محمد الخضر حسين. امبارح وقفنا عند آية وأنا قلت لكم مش عايز بقى ده شرحها، شرحت امبارح الآيتين أو شرحه للآيتين أو رده على الآيتين، لأن ده الأهم، نشرح رده هو. وبعدين هو بيكمل بقى في الآية الأخيرة اللي استشهد بيها الشيخ علي عبد الرازق، فكمان هشرح لكم شرحه في نفس المسألة عن الجهاد، صفحة 127 من الكتاب نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم. بصوا بقى بيقول له إيه؟ بيقول له لما هو استشهد بيها يعني الشيخ علي، بيقول له وقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أنا ختمت معاكم حلقة امبارح وأنا عمال أقول لكم يعني مفيش حاجة في الدنيا ممكن تغير معنى كلمة الإكراه بقى، يعني ها، إلا لما يقول له برضه دي اتنسخت، مع إنه مش هيقول له كده دلوقتي. لكن الإكراه، لا إكراه في الدين، لا إكراه يعني. طيب ربنا اللي في السماء العظيم المتعالي المتكبر بيقول في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بيقول لا إكراه في الدين بالعموم، ومدنية، وفي البقرة، عشان ما يقولكش اتنسخت. بصوا بيقول لك ايه بقى رد الشيخ الخضر حسين. بيقول وقوله تعالى لا إكراه في الدين تتمشى مع شرع الجهاد أيضا. الجهاد اللي هو وصفه امبارح وأول قرينا إنه قسرا ويساق الناس بالسيف ويحملوا على الانصياع للشريعة، يبقى ده جبر. حتى الألفاظ نفسها القسر والحمل والجبر وأن يساقوا، الإساقة يعني، ماشي؟ بصوا بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تتمشى مع شرع الجهادي أيضا. إزاي يا شيخ الخضر حسين؟ نورنا زي ما نورتنا من اليومين اللي فاتوا. أيضا إذ يجوز أن يكون المراد من الآية. خلاص مفيش، بدأ من البداية دي يا جماعة بتقول لا إكراه في الدين، إذ يجوز أن يكون المراد من الآية نفي أن يكون في الدين إكراه من الله وقصر، بل مبنى الأمر على التمكين والاختيار، ولولا ذلك لما حصل الابتلاء ولبطل الامتحان، وإلى ذلك ذهب القفال. خلاص؟ هقول لكم مين القفال. وإذا نظرنا إلى أن الآية نزلت بعد تقرير حكم الجزية، كان معنى الآية، ركزوا، إنما هو لا إكراه في الدين ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام. فرسالة النبي تعتمد على الحجة والإقناع والموعظة، وكانت تتخذ الجهاد دفعا لأذى المشركين. ههدى، أنا ههدى، معلش اللي عارفني عارف إن أنا ببقى بس حرقتي على النص، يعني أنا ههدى. الكلام اللي بيتقال ده صعب والله على أي حد منصف وعايز الحق. بصوا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الآية دي لا تتصل بأي آية تانية كانت قبلها أو بعدها، بعدها في النزول، مش قصدي في السياق، يعني مش اللي قبلها بالظبط، قصدي هو بيتكلم هنا عن نسخ. الشيخ الخضر حسين بيقول أصل دي نزلت بعد الجزية، فهو عنده الجزية هي نهاية كل تسامح، خلاص. وبعدين بيقول إيه؟ بيقول فالظاهر بقى إن يجوز إن يكون معنى الآية بقت يجوز. أول 3 آيات قالوا لا أنت مش فاهم معناهم، تعالى أشرح لك. وبعدين الآية الرابعة قال له دي اتنسخت. الآية بقى اللي هم الآيتين الرابعة والخامسة قالوا دي اتنسخت، اللي هو قريناهم امبارح، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وفذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، قالوا دول اتنسخوا. مع إن أنا قلت لكم إنه مش كده. جه بقى في الآية السادسة أبدع إبداع جديد خالص الشيخ الخضر حسين، عشان يعني يبقى المجتمع فيه نفس الزخم بقى أكتر وأكتر، إنه يعني لو إيه في القرآن أنا همشي اللي في دماغي عكس كلام القرآن. قال له بقى الآية دي يجوز بقى ليها معنى، إنه لما نقرنها مع آية الجزية فتبقى الآية ليها نص تاني. طبعا هو مش قصده نص، لكنه وضع كلام في الآية أنا مش عارف إزاي هذه الجرأة. طبعا مش قصده إنه يقرأ في القرآن، لكنه كأن الآية سكتت عن الكلام ده وإحنا اكتشفناه، فبقت الآية في نظر الشيخ الخضر حسين إيه يا خبر أبيض. بيقول إنما الآية بقى بتقول إيه؟ إنما هو لا إكراه في الدين. الآية بتقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بس هو بقى من زاويته لما قال يعني ده الفهم بقى، هشرح دلوقتي. بيقول لا إكراه في الدين لأحد من حل قبول الجزية منه بآدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام. طب إيه يعني؟ طب هشرحها من زاويتين، الزاوية اللي هو كاتبها دي عايزة شرح، والزاوية الأكبر بقى تعالوا نناقشها بالراحة كده، عشان اللي بيحصل ده مش حاجة بسيطة. ده رد الأزهر الرسمي في مجتمع لسه يدوب بيدور على الإصلاح في قلب حقبة العشرينات، والأكبر من ده كله بقى اللي هو رقم 1 فوق أي حاجة، ده إهدار الدين قدامك في سطور جميلة ومنمقة وشكلها براق، لكنها إهدار الدين والقرآن قدام عينيك. ده مش حاجة بسيطة. الآية تاني بقى نشرح بقى الزاويتين اللي أنا هشرح منهم. الزاوية الأولى اللي هي للدين نفسه، الزاوية التانية كلام الشيخ الخضر حسين نفسه، لأنه عايز مناقشة مرعبة. بصوا يا جماعة، أنا مش هشرح الجزية دلوقتي لأن هي تكاد تكون بلا ملهاش علاقة بالمعنى اللي اتكتب في كل الفقه والتفسير، لكن اللي هقدر أقوله كده خلاصة الجزية: قوم أذلونا، الجماعة الأولى للمسلمين، ذل كامل ماليا واقتصاديا واجتماعيا، فلم يعني ما بقاش لاقيين ناكل حقيقة. قوم معينين مش كل أهل الكتاب. القصة بقى أحكيها لكم لما أعمل حلقات للجزية. فنزل القرآن لما انقلبت الآية والأيام دول زي ما بيقولوا، فأصبحنا إحنا الأقوى. قال له ربنا خد من دول بالذات عوض اللي عملوه فيكم من تدمير اقتصادي. ده بيحصل على فكرة في دول العالم لحد النهاردة بالنظام العالمي اللي احنا فيه الجديد. وانا لا اقصد المقارنة مع الدين، ده شيء وده شيء زي ما انا بادعو، لكن بقول لكم ان ده عرف دولي. الصين ما زالت تدفع لليابان جراء ما فعلته تعويضات عن الحرب العالمية الثانية. ركزوا في اللي بقوله. وألمانيا ما زالت تتلقى تعويضات من أمريكا من ساعة إنشاء الجمهورية الجديدة في ألمانيا 1949 بعد نهاية الحرب العالمية وهزيمة النازية. وفي كتير كده. خلاص؟ القرآن بشكل ملوش علاقة يعني بالنظام العالمي الجديد، لكنه كان بيدعو لذلك. قال له ليعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الصغار هنا الذلة، وده مقصود بيه دول لأنهم أذلونا. فهو زي ما بيقول القرآن للفلسفة العامة بتاعته: وجزاء سيئة سيئة مثلها. اللي يأذيك بحاجة ائذيه زيها، عايز تعفي اعفي، فمن عفى وأصلح. لكن لما مجتمع كامل يتدمر أنا ما أعتقدش فيها العفو، وده الصح. فقال له ربنا سبحانه وتعالى ليعطوا الجزية اللي هي إيه؟ جزاء ما فعلوه، الكلمة باينة. لكن مش جزاء عدم دخولهم الإسلام. ولو ده هم بيتكلموا عن كده، طب ليه كلمة وهم صاغرون؟ بعد ما القرآن طولا وعرضا عن أهل الكتاب بيتكلموا بمنتهى التبجيل والاحترام حتى لو لم يدخلوا في الدين، لكن هو طلب منه فقط ألا يكفروا به ولا يهاجموا أو يشتركوا في حرب ضد رسوله. قال لهم ده أولى بيكوا من الكفار، يعني الاتحاد مع الكفار المفروض ده أنزل عليه كتاب زيكم، فيبقى أولى المؤمنون أولى ببعض. فبعض في كتير من أهل الكتاب انصاعوا للكلام ده، في أهل كتاب معينين في حتة معينة هبقى أحكي القصة بقى، زلوا وعملوا وقطعوا التجارة مع الشام ده جزاء الصغار اللي كنا احنا فيه. مش صاغر عشان هو مش مسلم فلازم يبقى مذلول. انت لو قريت يا صديقي التفسيرات لكلمة، بعيد بقى عن السياق ده يعني، لكلمة صاغر بعمومها بقى اللي هي اتفهمت للأسف على انها هم كلهم مذلولين للمسلمين يعني كده من غير سبب. انت ممكن يعني ما انصحكش تقراه في التفاسير، اقسم بالله بيتباروا مباراة يعني. يقول لك صاغر في كل التفاسير اللي انتوا عارفين اسمها. انا مش عارف فين الاسلام والله، فين فلسفته، فين روحه، فين تشريعه في الكلام ده. بص التفاسير القديمه مثلا يقول لك ايه صاغر، يعني هو يكون واقف والتاني قاعد، اللي بياخد المسلم يعني بياخد الفلوس قاعد وهو يوطي كده. قال لك لا العكس، صاغر يعني انت تكون واقف اللي هو المسلم يعني والتاني قاعد على ركبه ويدينا الفلوس عامل كده، او كتاب الله مكتوب كده، شيء يعني محزن ولا علاقه له بالاسلام. انما الصغار اللي ربنا امروا لناس معينه، احنا اتذلينا اكتر منه كتير وما فيهوش اي اداء جسدي للصغار. الصغار نفسه هو فكره دفع الفلوس، فكره ان انا بحمي نفسي او مش عايز يعني اعاقب بعقوبه اكبر، فبقول لك اتفضل جزاء منى حرمتك من الفلوس دي سنه واتنين، وخليت المجتمع يكاد يكون بيشرب الميه من الطين. ده حصل في المدينه في عهد الرسول، يعني بينشف الطين اللي فيه الميه وياخد الميه يشربها زي ما هي كده عكره. فده تعويضات يعني عادي. لكن الصغار اللي في الكتب اعوذ بالله، وانه يطلق لكل اهل الكتاب في كل مكان اعوذ بالله مرتين. فتخيل انه بقى في 1926 يرد بيه الازهر الرسمي يقول له لا ده الايه دي بتاعت لا اكراه في الدين ليها علاقه بايه الجزيه. ازاي بقى ودخلهم في بعض ولغى فكره لا اكراه في الدين؟ هشرح طبعا. كمل اشوفكم يعني، نطلع فاصل وارجع لكم.